السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على من ختم الله به النبوة والرسالات. ها نحن وصلنا وإياكم إلى واحة ثمار هذا المؤتمر، ولا نقول وصلنا إلى نهايته، بل إلى منصة انطلاقه لآفاق أخرى فتحتها جهود الباحثين في المؤتمر العلمي الثالث لهيئة علماء المسلمين في العراق، الذي انعقد تحت عنوان الحركتان العلمية والفكرية في العراق في العصر الحديث. 5 قرون كانت ثمار جهودها، وكثير من علمائنا في زوايا النسيان. استطاع هذا المؤتمر بجهود الباحثين المشاركين فيه تسليط الضوء عليها، وهي ثمرة جهد ومثابرة تحسب بحق لهذا المؤتمر والقائمين عليه. أعمال هذا المؤتمر المبارك جعلتنا نتوغل في تاريخ العراق، ونقف على جواهره الثمينة بجهود الباحثين، ونستطيع القول إن هذا المؤتمر يعد خطوة رائدة في ميدان البحث والدرس، فقد استطاع الباحثون استخراج جواهر قيمة من التميز العراقي في ميدان الدرس والتأليف والتعليم والمدارس وشتى أنواع العلوم. الفضلاء الأكارم، إليكم الآن البيان الختامي والتوصيات التي استقتها اللجنة العلمية للمؤتمر من مخرجات بحوثكم ودراساتكم ومداخلاتكم في المؤتمر العلمي الثالث، الحركتان العلمية والفكرية في العراق في العصر الحديث، يتلوه بيننا الباحث الأستاذ الدكتور مجاهد مصطفى بهجت، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، وبعد. فمنذ أن كان هذا المؤتمر الكبير فكرة صغيرة يعبر عنها بكلمات معدودات، كان التصور لمخرجاته كبيرا، والإيمان بجدوى العمل عليه حاضرا في كل مفردة من مفردات هذه الفكرة الولادة، إذ عكف القسم العلمي في هيئة علماء المسلمين في العراق، ومعه بقية الأقسام المؤازرة على الاستعداد له قبل 10 أشهر من وقت انعقاده، فواصلت الجهود لرسم تصور لصياغة محاوره وأبعاده التي بلغت 14 محوراً، بدءاً من الإطار المفاهيمي والتفسير وعلوم القرآن والحديث النبوي وعلوم السنة، ومن ثم الفقه وأصوله، وكذلك العقائد والأديان ودراسات الفرق، ومروراً بالقانون والفكر السياسي الإسلامي وعلوم اللغة العربية والتاريخ
ودراسات الحضارة والنظم والتراث الإسلامي، وليس انتهاءً بأعلام الحركتين العلمية والفكرية في العراق ودور العلم والمعاهد والمدارس والمؤسسات العلمية والمؤسسات الشرعية والدينية وبحث الصلات العلمية والفكرية بين بغداد والحواضر الإسلامية والعربية، وكذلك علم الاجتماع ودراسات الإعلام والتعريب والترجمة، وصولاً إلى المخطوطات وخدمة التراث وفن الفهارس والمعاجم والخط العربي وجمالياته. وقد كان لهذه الخطة البحثية أثرها البالغ في التجاوب الكبير من الباحثين والدارسين لهذه الحقبة، فوصلنا 65 ملخص، قُبل منها 100 ملخص، وتواصلت الجهود بين اللجنة العلمية والباحثين حتى أثمرت عن وصول 85 بحثاً كاملاً مستوفياً شروط اللجنة العلمية. وإذ ننوه في هذا المقام بريادة الفكرة في عقد هذا المؤتمر، فإننا نشيد بالجهود التي جعلت من هذه الفكرة مؤتمراً علمياً تنوعت بحوثه وتعددت مواطن باحثيه، بدءاً من العراق صاحب الشأن ومروراً بالأردن وفلسطين وسوريا وقطر ومصر وتونس وليبيا والجزائر والمغرب وتركيا وماليزيا والهند. فللجميع نوجه شكرنا الجزيل والثناء العطر على هذا المنجز الكبير الذي يحسب لهم، بل إن من حق كل عراقي أصيل أن يحتفي به. ولا يسعنا في الختام إلا أن نتوجه بالعرفان والامتنان لكل من ساند وشارك وعمل في هذا المؤتمر، إيماناً منا بأن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى لاحقة مستندة إلى خطوة التأسيس هذه. ولا يفوتنا هنا أيضاً أن نوجه الشكر الجزيل للجنتين الإدارية والإعلامية على ما بذلتاه من جهد كبير في تذليل الصعوبات والعمل الجاد لإنجاحه على أعلى المستويات. والشكر كذلك موصول لوسائل الإعلام من فضائيات ومواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي التي استوعبت أعمال هذا المؤتمر بصورة مفصلة تجعل المتلقي يعيش أحداثه أولاً بأول. وإذا كان يصح أن نعد بعضاً من منجزات هذا المؤتمر، فإليكم خلاصة بأبرز توصياته فيما يأتي. التوصية الأولى: العناية بدراسة الأديان والفرق في العراق دراسة نقدية، وعدم الاقتصار على الدراسات والبحوث الوصفية التاريخية. ثانياً: الدعوة لإنشاء مركز متخصص بدراسة الأديان
ودراساتها المقارنة والاستشراق وتحليل الفكر المضاد والهجمات ضد الإسلام، يتجاوز الدراسات المعتادة مع تأكيد أهمية العقيدة الإسلامية في بنائه ومناهجه والاستفادة من تجارب الحديثة في هذا المجال والإكثار من المؤتمرات والندوات المعنية بهذا الشأن. ثالثاً، الاهتمام بطباعة الكتب ذات الدراسات العميقة والتأصيلية، ولا سيما ما صدر منها في القرون الثلاثة الأخيرة مجال المؤتمر. رابعاً، الدعوة إلى إنشاء لجان متخصصة تتولى انتقاء الرسائل العلمية ذات الصلة بموضوع المؤتمر التي تمتاز بالمنهجية الأصيلة وطباعتها ونشرها. خامساً، إنشاء منصة وموقع إلكتروني خاص للتعريف بأعلام العراق في القرون الخمسة الهجرية الأخيرة وآثارهم العلمية، وعدم الاكتفاء بالبحوث الملقاة في هذا المؤتمر. سادساً، تأكيد تبني موسوعة علمية لتراجم أعلام العراق وآثارهم ومصنفاتهم وتحقيق مخطوطاتهم مع طباعة دليل للكتب والمؤلفات العراقية في القرون الخمسة الهجرية الأخيرة، ووضع تصور للوضع العام للمخطوطات في العراق بعد الاحتلال في عام 2003. سابعاً، طباعة وترجمة مؤلفات أعلام العراق من الكرد المخطوطة إلى اللغة العربية. ثامناً، مفاتحة الجهات المعنية في الجمهورية التركية للانتفاع من الأرشيف العثماني فيما يتعلق بالوثائق التي تخص أعلام العراق، ولا سيما المعلومات التي لم تذكر مطلقاً في تراجم أعلام العراق في المطبوعات العربية. تاسعاً، العناية بدراسة الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية في العراق من خلال كتب الفقه والفتاوى الحديثة وسجلات القضاء الشرعي والإفتاء في العصر الحديث. عاشراً، دعوة الباحثين والدارسين العراقيين وغيرهم إلى بحث الجوانب التي لم تتناولها محاور هذا المؤتمر ودراسته لغرض إغناء فكرته وتعزيز جهوده وإكمال رسالته. 11، أخيراً، التوصية باستثمار الأجواء العلمية التي سادت أروقة المؤتمر لتعزيز الروابط العلمية والثقافية والاجتماعية بين الباحثين المشاركين فيه الذين يمثلون العراق بأطيافه وعدة دول عربية ومسلمة. هذا هو البيان الختامي من صياغة اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الثالث في العاشر من شعبان عام 1440 للهجرة النبوية الشريفة، الموافق للخامس عشر من نيسان عام 1920 من الميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم هذه الجهود المباركة وجعلها في ميزان حسناتكم، آملين أن تكون هذه التوصيات منطلقات جدية للبحث والدرس والبناء.
وفي إطار التعاون المشترك المستمر بين هيئة علماء المسلمين في العراق وعدد من الهيئات والجامعات والمعاهد والجمعيات العالمية، ومنها معهد الدعوة العالمية التابع لمنظمة بريكم، وهي من منظمات المجتمع المدني مركزها الرئيس في كوالالمبور، فضلاً عن فروع أخرى تنتشر في ولايات ماليزيا، والمنظمة لها أنشطة علمية واجتماعية ودعوية وإعلامية. يسرني دعوة ممثل هذه المنظمة الدكتور مجاهد مصطفى بهجت لتقديم درع المنظمة لفضيلة الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق فضيلة الأمين العام الدكتور مثنى حارث الضاري. وفي الوقت نفسه أيها الأحباب أترك المنصة لمحور هذا المؤتمر الذي كان مع الأقسام الأخرى ومع زملائه محور الإدارة والتنظيم لزميلي الدكتور عماد الجبوري نائب مسؤول قسم العلمي في هيئة علماء المسلمين وتسليم الدروع والهدايا والشهادات. أما أنا أستودعكم الله وإلى لقاءات أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، وبعد. عذراً يا إخوة، فقط خاطرة لابد أن أبينها في نهاية هذا المؤتمر. نشكركم كثيراً على مشاركتكم وقدومكم واهتمامكم وتعاونكم مع الإخوة في القسم العلمي في الهيئة على إنجاز وإنجاح هذا المؤتمر. وأقول لكم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى يعود لهذه المشاركة الكبيرة والكثيفة وهذا التفاعل، وقد شكرتمونا كثيرا وطوقتم أعناقنا بجميل ودكم وحبكم وامتنانكم، ولكن الشكر كله كان ينصرف إلي، وهذا أعتقد أنه فيه ظلما كبيرا لإخواني في الهيئة. الهيئة قامت بهذا المؤتمر والقسم العلمي منها تحديداً بمعاونة الإخوة في القسم الإداري والقسم الإعلامي وقسم الثقافة والأقسام الأخرى، كل أدى ما عليه في هذا المؤتمر. مكتب الهيئة في عمان بجميع عامليه تفرغوا خلال الأيام الثلاثة لخدمتكم ولإنجاح هذا المؤتمر، فالشكر لكم أولاً. وآخراً، نتمنى أن نلتقي في لقاءات أخرى ومؤتمرات ناجحة هنا وفي العراق إن شاء الله قريبا. فقط أنبه على أن هناك جنودا يعني كثر مجهولون في هذا العمل، ولكن أنبه على الجندي الأكبر والأول فيهم، ألا وهو الأخ الدكتور العالم الأريب والباحث الأديب، وأستطيع أن أقول هو مفخرة الفلوجة، واحد مفاخر العراق علما وأدبا وسلوكا وتواضعا، الذي يأبى أن يظهر في أي صورة حتى ولو كانت علمية تواضعا منه واحتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى، ألا وهو محور هذا المؤتمر أخونا الدكتور عمر مكي العيساوي، الذي جلس على منصة الجلسة الأخيرة لبيان التوصيات ولم ينبس بحرف واحد حتى ولم يعرف بنفسه، وأنا أعتقد أنه الآن قد يكون منزعجاً من هذا التعريف به، فهو لا يحب الظهور، ولكن الفضل علمياً في هذا المؤتمر يعود له أولاً وآخراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختماً لما مضى، نأتي الآن إلى فقرة تسليم الدروع التكريمية للمشاركين، ونود أن نلفت عنايتهم إلى أن بحوثهم التي شاركوا فيها في هذا المؤتمر العلمي الثالث هي أكبر تكريم لهم، لأنها تحمل أسماءهم وجهودهم العلمية، وستبقى صدقة جارية كلما نهل منها الباحثون من بعدهم. وننوه أيضاً إلى أن نسخة كتاب البدر الطالع شرح جمع الجوامع
لجلال الدين المحلي بتحقيق الشيخ العلامة الدكتور عبد الملك السعدي ستوزع في ضمن فقرة التكريم، والكتاب مطبوع على نفقة هيئة علماء المسلمين دعماً منها للجانب العلمي. ونبدأ بفقرة التكريم وندعو فضيلة الأمين العام الدكتور مثنى حارث الضاري إلى المنصة لتسليم الدروع، فليتفضل مشكوراً. يتفضل الباحث الأستاذ الدكتور حسن يشو. الدكتور محمد جاسم الساطوري. الأستاذ حسنين نوري صقر. الدكتور مجاهد مصطفى بهجت. الدكتور عمر حسين غزاي. الدكتور ريبوار عبد الله خطاب. الدكتور عبد القادر عبد الرحمن البرزنشي. الدكتور هيوة طاهر الشيخ ملا زادة. الدكتور محمد عبد الله فتح الله البنجويني. الدكتور بختيار نجم الدين. الدكتور كارزان فقي. الأستاذ عبد الحميد محمد أمين. الدكتور محمد لطيف أحمد. الأستاذ عابد أحمد. الدكتور سعد الجميلي. الدكتور محمد مصلح. الدكتور ماحي قندوز. الدكتور وائل علي السيد. الدكتور منير القوشجي. الدكتور سليم الحكيمي. الأستاذ أوميد عبد القادر. الدكتور سردار البنجويني. الدكتور أحمد سلمان المحمدي. الدكتور ناصر الفهداوي.
الدكتور لقاء مكي. الدكتور وليد الزبيدي. الدكتور محمد عبد الكريم ياسين الدليمي. الدكتور عمار شبلي من فلسطين، وينوب عنه الدكتور أحمد يحيى إسماعيل. الدكتور برزان ميسر الحامد. الدكتور محمد بنات من فلسطين، وينوب عنه الأخ إبراهيم محمد عبد. الدكتور مثنى عبد الله. الدكتور عبد القادر محمد حسين. الدكتور عثمان راشد المحمدي. الدكتور عبد السلام الهادي الأزهري من ليبيا. الدكتور عبد المنعم جمعة صالح. الأستاذة حمدية الجوراني. الدكتور عدنان عبد القادر الهورماني. الدكتور كاميران أورحمان مجيد. الدكتور عبد المنعم جبار البدراني. الدكتور أحمد عواد الكويسي. الشيخ هشام عبد الكريم البدراني. الأستاذ صديق يحيى فرحان. الدكتور حسام مشكور عواد. الدكتور أوميد نجم الدين. الدكتور جاسم الشمري. الدكتور رافع الفلاحي. الأستاذ محمد نصيف.
الدكتور إبراهيم الحسان، الدكتور طه أحمد الزيدي، الدكتور ثامر البراك وينوب عنه الدكتور ثامر العلواني، الأستاذ حسين دلي، الأستاذ عقيل سعيد ويسي، الدكتور محمد علي أحمد النعيمي، الأستاذ عبد العزيز ياسين محمد، الدكتور عبد الودود القيسي، الأستاذ مكي النزال، الأستاذ عامر سلمان العقيدي، الدكتور عمر النقيب، الدكتور ثامر العلواني، الأستاذ عمار عبد الكريم العودة، الدكتور عمر عبد الوهاب الراوي، الدكتور محمود الحيالي، الأستاذ محمد خالد عزيز، الدكتور باسل الناصري. وفي مسك الختام، حيث يعبق الموروث الثقافي والفكري العراقي الأصيل، فيعانق هذا الجمع الكريم، لا يسعنا إلا أن نتوجه بجزيل الشكر والثناء والتقدير لجميع الباحثين الكرام والضيوف الفضلاء الذين شرفونا بحضورهم ومشاركتهم، آملين منهم استمرار التواصل والتناصح وتبادل الأفكار حتى عقد مؤتمرنا القادم، المؤتمر العلمي الرابع بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.